اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكر شيفت في على الحضور ديالها. انا من اقليم ميدلت من واحد ايميل شيل صنعت عليا الشركه ديال البني ديال كيبنيو القنصليه ديال الولايات المتحده الامريكيه. جيت في بلاصه في الدار البيضاء سميتها الفردوس. جيت كريت مع واحد السيد ب 600 درهم يعني في واحد بلاصه كيقولوا لها مازولا حدا لسينيسيس شارع ام ربيع. السيد قال لي راه بلاصه محترمه وما تخافش ما كاينش سرقه ما كاينش شي حاجه ديال التخدير والمخدرات وداك الشيء. قلت له صافي كريت عنده ب 600 درهم وما قال ليش ما خبرش باللي واحد الدري كاري عنده تماك عام وما كيخلصوش وكيبات غير في السطح. يعني ابار دخلت الليله الاولى بيت الصباح مشيت نخدم في القنصليه حطيت بالظام ديالي في البيت حيت ما كيخلوناش ندخلوا المسائل ديالنا في القنصليه. قلت اللهم نخليه في البيت. سورتيت البيت وكان واحد الشرجمه تماك ما مسدوداش ما فيهاش الكرياج. صافي مشيت اون فوا كنرجع في العشيه في ديك السته كانت تصطم بالليل البصدام مشى في البيرمي بيرمي صغير وكبير ولا في زيت وجوج كارت كيشي وشي اوراق محتاجهم ضروري. صافي عاد سقت الخبر باللي كان داك الدري كيبات في السطح. حيت المول الدار ما دار معايا والو يعني قلت لهش هادشي. قال لي هو الدري عندي هو عام يعني ما شاكش فيه هو اللي غيدير ليك داكشي. قلت له راه تعطلت الصباح ما خرجت حتى خرجوا الخدامه الاخرين عليه يعني هو اللي ما خدامش هو اللي دار البصدام حتى خرج كلشي خرجوا الخدامه كلشي يعني غير هو اللي باقي ناعس فوق السطح. صافي في العشيه عاوتاني دخلت انا الاول تعطلوا الخدامه هما لقيتو غير هو يعني كنت تصطام البصدام مشى. مشيت عند البوليس ديال الحي الحسني يعني ما داروا معايا والو يعني صافي وخليت الامر لله. هو هادشي اللي كاين. كاري هو شي عام تقريبا ومن بعد كتسلم للدار شي شهرين. قال لي داك الدرا ودي ما نقدرش نكري عندك هنا ما كنخلصكش اللهم نبات في السطح. يعني ان فوا دخلت انا شافني الدري جديد ونقي يعني قال هذا امزه جديده جاتني علاش من يعني كاين الشريج ما كيضل غيشوف بصدام حيت حطيت انا فوق الصاك. قلت كاين الامان يعني ولاد ايميل شنا واحد اقليم ميدلت كنجيو بديك النيه ديالنا الصافيه كنبغيو نطبقوها انا في الدار البيضاء يعني داك الشيء ما خدامش. حطيت بصدام فوق الصاك صافي ان فوا شافو في الشريج ما قال هذا انزا جابها الله يعني اما دخل من الشريج ما اما عنده الساروت يعني هو حافظ لي ديطا يعني حافظ داك الشيء ديك الدار كامله. يعني لقيت الدراري شلوح ولاد الرشيد يعني قلت هادو ما صافي مزيان ملي سكنت في هاد البلاصه. مول الدار ما شرحش ليا كلشي ما قالش ليا راه الدري كيبات في السطح وباقي كنسالو الكرا يعني هو ماشيش لحداك الدري من واحد اكادير خاصو يعلمني بكلشي. يعني هاد البلاصه كتواجد في مازولا حدا لسينيسيس شارع ام ربيع يعني خاصو يعلمني بكلشي. لا ما بقاش عندي باش نصرف. والمشكل اخر والمشكل الاكبر هو الداليه البيرميات ولا فيزيت وجوج كارت كيشي يعني والريب وداك الريب اللي في كارت كيشي عطيتو للقنصليه باش يدوزو الفلوس. الله البارح غير بلوكيتو باش ما يخرجش عاوتاني داك الشيء. يعني واخا ما بقاتش غير نسبه قليله في داك الكونت غير 500 درهم. يعني دابا حتى كنمشي عند حتى صحاب البوسطه ما عنديش الحل باش نخرج داك الشيء. يعني ولا منك غير نهار واحد باش تفك المشكل ديالك غيجريو عليك صحاب القنصليه يعني ما عندكش دابا حل. السبت والحد كيسدوا لا البوليس لا البوسطه يعني ما كاينش شي حل. ما عرفتش شنو المعمول. الا كان شي حل راه الواتساب ديالي كاين تماك فوق الفيديو. الا كان شي حل كنجازيكم بخير باش تواصلوا معايا انا 06 54 34 52 82. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.